انما لا انا عايز بس اطمن المشاهد لي ان مصر موقعه على الاتفاقيات، بنقوم بالتنسيق بيننا وبين ادارات مكافحه المخدرات على مستوى العالم بصوره تتيح لينا ان احنا بنظبط قضايا متميزه نتيجه هذا التنسيق، منها قضيتين في خلال يمكن من الاسبوع الماضي نجحت السلطات المصريه بناء على توجيه السيد وزير الداخليه ومساعد اول وزير الامن الاجتماعي ومدير اداره المخدرات وقيادات الاداره بالتنسيق مع الجهات المعنيه، القوات المسلحه وقوات حرس الحدود وقطاع الاعلام والعلاقات في الوزاره وقطاع الامن الوطني، ان نظبط تشكيل عصابي كان في طريقه ان هو يغرق البلاد بحوالي 75 مليون قرص ترامادول. ال 75 مليون قرص ترامادول هو كان في طريقهم ان هم يهربوهم لليبيا عبر البحر، وبعقب ما يوصلوا ليبيا يدخلوا لينا عن طريق البر. اتظبط حاويتين في مصراتة بالتنسيق مع السلطات الليبية، والحاوية التالتة قدرنا ان احنا ننزلها من على المركب في بورسعيد، شركة تعاونت معنا ونزلناها، واتضبط عليها تشكيل عصابي خطير جداً